الجهود التي يقدمها المجلس القومي للمرأة. That aims to guarantee that the programs and projects implemented by different government and public agencies within the framework of the investment plan take in consideration gender equality and equal opportunities among all social groups. The guide also aims to increase the rate of women's participation in economic activity to reach 35% by the year 2030. أيضا يشمل هذا المؤشر العديد من الأولويات التي الخاصة بالنوع الاجتماعي في كل البرامج والتدخلات من خلال عملية تكاملية. الحكومة أيضا أطلقت مشروع الأسرة الوطني التي تتضمن العديد من السياسات التي تركز على تمكين المرأة وزيادة كفاءة الخدمات الإنجابية وكذلك رقمنة الأنظمة للوصول لكل المجموعات المستهدفة وكذلك أن يكون هناك حوافز مالية وخطة مالية لدعم النساء. وبمجرد أن كانت هناك المبادرة الوطنية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك نفخر بالإشراف عليها فإنها كانت مبادرة غير مسبوقة لاستهداف الأفكار الأكثر وأن يكون هناك المزيد من المشروعات للتعامل مع تحديات التغير المناخي في كل المحافظات المصرية وتمكين المرأة. وكانت هذا جزء أساسي في تلك المبادرة وكانت عنصرا أساسيا في كيفية التعامل مع هذا الأمر. و 1045 من كل المشروعات التي تم التعامل معها كانت مرتبطة بالنوع الاجتماعي، ومن 80 مشروع الفائزة كان هناك المشروعات التي تقودها المرأة. إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تمثل أفضل الممارسات لانخراط المرأة، وهي مشروعات تقودها المرأة وتعتبر أحد الأقسام المتضمنة في هذه المبادرة، والتي تعكس الدور الإيجابي التي تلعبها المرأة في كل مناطق التنمية وبخاصة المتعلقة بالتغير المناخي وتنمية الحلول الفعالة لمجابهة هذا التغير. ونتيجة لذلك فإن من ضمن النتائج الخاصة بهذه المبادرة هو تقديم فرص متساوية والنمو واستهداف مشاركة النساء من خلال تلك المبادرة لتعظيم دور الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وهذه المشروعات تواجه وتقابل حاجات النساء والعاملين والمستفيدين، وهذا يجعل المبادرة تمثل مؤسسة وركيزة أساسية وأحد الأصول الخاصة بالحكومة المصرية لتحقيق الأهداف المستدامة، وبصفة خاصة الهدف رقم 5 الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. السادة الضيوف، السيدات والسادة، مصر ملتزمة بالاستثمار في المرأة، وبصفة خاصة المتأثرات بالتغير المناخي وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وأن يكون هناك رؤية شاملة وتقاطعية تشمل كل الفئات للوصول إلى نتائج وإنجازات اقتصادية ليس فقط للنساء ولكن للمجتمع ككل. شكرا لكم جميعا وأتمنى لكم مناقشات ثرية ومثمرة. شكرا جزيلا معالي الوزيرة على هذه الملاحظات الملهمة. والآن أدعو السيدة سلمى سامي مديرة المشروع الخاص بالزراعة المتجددة ومواجهة التحديات الخاصة بالتغير المناخي. مساء الخير، أنا المديرة بمؤسسة
أنا مشروعنا في القليوبية ومشروعنا حصل على المركز الثاني في مجال المبادرات الغير هادفة للربح. وكما قيل فإن هدف الزراعة في المجتمعات هو أن تتكيف مع تأثيرات التغير المناخي والخسارة التي حدثت للتنوع البيولوجي، ويشمل هذا تشجيع الممارسات الخاصة بصحة التربة ومع أخذ في الاعتبار ندرة المياه والأرض. وبالتالي فإننا نعمل على تشجيع العمل واستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك استخدام المكونات الرقمية لتحليل البيانات لقياس التنوع البيولوجي حتى نستطيع أن نصل ونحدد رصيد الكربون وانبعاثات الكربون، وهذا يتم استخدامه لعمل حسابات يتم نشرها ويمكن بعد ذلك التنبؤ بتأثيرها في المستقبل. لذا لكي يكون الأمر مستدام فإننا نحتاج أن نغطي هذه العناصر الثلاثة، وهي الجانب الاقتصادي من خلال تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد، وتنمية وترقية التربية الماشية والإنتاج الحيواني، وأن لا يكون لدينا منتجات صحية تؤثر إيجابيا على صحة المجتمع. وفي الجانب الاجتماعي فإننا نعمل مع النساء والأطفال والشباب من خلال مقاربات مختلفة. وشكرا، شكرا جزيلا سلمى، وتهانينا لك مرة أخرى. ونحن نفخر بالخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في عام 2030، وأيضا إطلاق الخطة الأولويات الخاصة بالمرأة الإفريقية. وأنا الكلمة للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة للتحدث عن هذه الوثائق الهامة. يسعدني أن أكون معكم اليوم، وتهانينا للفائزين، وأنا سعيدة جدا لوجودي مع صديقتي الدكتورة هلا السعيد. شكرا على إدماج المجلس القومي للمرأة في المبادرة. أعلم أنكم نجحتم، هناك ثلاثة محافظات قد نجحت في المسابقة، ولكن هناك نساء أخريات ينتظرون للتقدم للمسابقة في العام القادم، ولدينا العديد من الطلبات. ونهنئكم جميعا على هذه المبادرات الرائعة التي تسهم في النهوض بمصر في يوم الأجندة وفي إنجاح كوب 27. الدكتورة هلا ذكرت ما قامت به مصر وما قدمته في الإعداد لقضية التغير المناخي، وأنا أضيف أن مصر أيضا قد عظمت من جهودها في تمكين المرأة لتخفيف أثار التغير المناخي، ويشمل هذا رفع الوعي. هناك الكثير من المبادرات وأيضا توعية السيدات بأمور الزراعة الصديقة للبيئة وتقديم الفرص من خلال الانتقال العادل. وهناك أيضا مقاربة نعمل عليها بشكل يومي داخل مع النساء في القرى لتحقيق المتطلبات البيئية الخاصة بالنساء. وذكرنا أيضا أننا قمنا بإطلاق المبادرة التكيف للمرأة الأفريقية، مبادرة التكيف أولويات التكيف المناخي للمرأة الأفريقية، وهي مبادرة جديدة وهي متعلقة بالصمود الخاص بالطاقة والماء للمرأة. وهي تم تقديم هذه المبادرة للكوب، وسوف تركز على أربع مناطق أساسية. الأول هو خلق نوع من التوازن بين الشؤون البيئية المختلفة للمرأة، وأيضا دعم والترويج للتكنولوجيات الرقمية وتقوية الالتزامات الخاصة بالاستثمار في المرأة ودعم التعليم، وكذلك وصفة خاصة تعليم ستيم، وكذلك دعم المشاركات الخاصة وتقديم سياسات حماية مجتمعية للشركات. وكذلك أعتقد أن
هذه المبادرة والمسابقة التي حدثت في كل المحافظات المصرية. أعتقد أنه يتضح أن هذا يتناسب مع أولويات المرأة المصرية ومع المبادرة الخاصة بالمرأة المصرية، ويسعدنا أن ندرجها كعملية تشجيعية لرفع الوعي، وأن نحصل على الموافقة من الدكتورة هالة. حصلنا على الموافقة من الدكتورة هالة بالفعل، ونهنئكم حيث أن المبادرة المصرية تم دمجها داخل المبادرة الإفريقية، وسوف نذهب لكوب 28، ولدينا جلسة في كل كوب حول تلك المبادرة، وفي كل كوب قادم إن شاء الله سوف يكون لدينا نساء يتحدثون عن يوم النوع الاجتماعي. تهانينا الدكتورة هالة، وتهانينا لكل الفائزين، وأشكرك على الدعم الذي تقدمينه للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة مايا على هذه الأخبار العظيمة. والآن أدعو السيدة وهاد سمير مالكة مشروع زاد بروجكت، وهي من القاهرة. أنا دكتور وهاد، أستاذة الفنون التطبيقية، ومشروعي فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروعات المرأة، والمشروع بدأ منذ عام 2008 وحتى الآن، وهو يعتمد على استخدام المخلفات، ونقوم بتوظيفها في عمل الديكورات والملابس وإيجاد منتجات من خلالها. هناك 22,000 سيدة تم تدريبهم على المستوى الوطني للقيام بعمل التصميمات والمنتجات مثل الملابس والحلي، وهناك تم إعادة استخدام المخلفات بشكل جديد طبقا لأحدث خطوط الموضة العالمية، وهذا ومع تمكين المرأة وإدماج المواطنين، وهذا يؤكد أن المرأة لها دور في التعامل مع البيئة وأيضا مع المواد الخام والوصول إلى درجة صفر مخلفات. وهذا هو ما نسعى إليه، وأن نستفيد من إعادة التصنيع. والمشروع يشارك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهذا هو الهدف الخامس، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التغير المناخي. وشكرا. شكرا جزيلا وهاد، وتهانينا لك مرة أخرى. والآن نود أن نسمع من دكتورة سوزان ميخائيل حول انطباعها حول الأمور المتعلقة بتعظيم دور المرأة في مواجهة التغير المناخي. تفضلي، المجال لك. شكرا جزيلا. حضرت السادة معالي الوزيرة هالة السعيد رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأصدقائي الدكتورة مايا مرسي، الضيوف الموقرين، قبل أن أبدأ أود أن أعبر عن عميق إعجابي بكل أصحاب المشاريع الذين قابلتهم اليوم. أود أن أبدأ بالثناء على الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة ومعالي الوزيرة على إطلاق هذا البرنامج القوي لمعالجة التغير المناخي، وليس فقط معالجة التغير المناخي ولكن أيضا مع وضع المرأة في قلب البرنامج والمساهمة في إيجاد الحلول كما سمعتم. وكما نعلم زملائي وأصدقائي، فإن لدينا إطار دولي وإقليمي ومحلي، والمرأة دائما في مقدمة الحلول التي تهدف إلى إحداث ومواجهة التغير المناخي. فصغار الفلاحين هم من يدفعون الأجندة نحو التحول إلى
الطاقة الشمسية واستخدام نماذج زراعية فاعلة، وأيضا كذلك من هم في المناطق الحضرية، حيث أن هناك النساء البارعات في مجال التكنولوجيا ومجال البرمجيات. وأنا فخورة لأن أقول أنه في هذه المنطقة، المنطقة العربية، فإن نسبة خريجي نظام STEM التعليمي أعلى من أي منطقة أخرى في العالم. ولكن الأمر فقط ليس متعلق بضمان أن النساء في قلب الحلول العملية، ولكن أيضا هي جزء أساسي في تطوير السياسات. أنا أعلم من الدراسات الأخيرة أن في هذا الكوب كان هناك دراسة أخيرة فيما يتعلق بالوفود السياسية، وبعضكم قد قرأ الأرقام. لدينا نسبة 63% من النساء هنا في المؤتمر، وهذا قد يكون ذو معنى في عام 2022. وهنا نتحدث عن الخبرات وعن القدرات الخاصة بالنساء في القدرة السياسية والقوى السياسية والعمل الخاص بالنساء ودفعهم للشركات لكي تتوجه إلى سياسات خضراء، وهذا أمر مهم جدا. واليوم لدينا مثال قوي جدا على المرأة، لدينا الدكتورة مايا مرسي، وهي جزء مهم جدا في الانتقال من النظريات إلى التفعيل. الدكتورة مايا مرسي كانت في الإعلان الخاص بالمرأة، وسمعتها تتحدث ببلاغة شديدة وقوة في هذا عن هذه المبادرة، وهذا بعد 9 أشهر، وها هي تطلق المبادرة الآن. وأنتم أيها النساء، نحن نقف جانبكم لكي نتأكد أن تلك المشروعات ليس فقط يتم دعمها، ولكن أيضا يتم توسيع نطاقها. ويشمل هذا صديقاتي وزميلاتي، أنا لست فقط أهنيكم على هذه المبادرة، ولكن أيضا على السرعة الانتقال إلى الانتقال من النظرية إلى التنفيذ، حيث أنكم تعلمون في قضية التغير المناخي أن السرعة هي الأساس. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور سوزان. والآن أدعو السيدة سمر سعيد من محافظة الفيوم لتتحدث عن مشروع يسمى الأيادي الذهبية. اسمي سمر سعيد معوض، أنا من محافظة الفيوم. مشروعي وهو مبادرة الأيادي الذهبية، وهو حصل على المركز الثالث في تصنيف مشروعات المرأة فيما يتعلق بالمشروعات الذكية. الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تمكين المرأة الذين يعملون في إعادة تصنيع المخلفات الخاصة بنخيل البلح، وأن تدر تلك المشروعات عليهم دخلا وتساعد في تحسين حياتهم وحياة أطفالهم، وهذا يؤدي إلى نوع من الريادة الخاصة بهم، ويمكنهم من إنتاج مواد منزلية صديقة للبيئة وتتميز بالفعالية والكفاءة. أيضا نقدم لهم تطبيق هاتف خلوي يتعامل مع المنصات المختلفة. ثالثا، نحن نخبرهم بأن هناك قنوات للتمويل يستطيعون أن يبدأوا بها، وفي المرحلة الأولى سوف نستهدف 500 سيدة ومن قرية الإعلام، وبعد هذا سوف نزيد هذا العدد باستخدام العديد من المعايير مثل التعليم والقيادة، ونعلمهم كيف يمكن أن يستخدموا هذا التطبيق الخاص بالهاتف الخلوي. وبعد هذا أخيرا وليس آخر، فإن هذه المبادرة تعتبر خطة دعم للأنظمة صديقة البيئة، والتي تقدم في كل المحافظات، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة وإعادة تصنيع مخلفات النخيل وتقديم منتجات منزلية صديقة للبيئة. وشكرا. خالص الأمنيات سمر،
حين نتحدث عن الفاعلين نقدم السيدة نجلاء إناوي نائب رئيس فودافون لتحدثنا عن دور القطاع الخاص في تمكين المرأة لكي تكون جزء من تقديم الحلول المناخية. مساء الخير للجميع، يسعدني أن أكون معكم هنا اليوم. أود أن أتحدث عن المساواة بين الجنسين والمشروعات والمبادرات التي تم طرحها، وأود أن أشارك معكم أننا في فودافون لدينا مساواة بين الجنسين وهي في قلب ما نقوم به، ولدينا هدف عالمي لفودافون العالمية وفودافون مصر لكي يكون لدينا 50% من موظفين من النساء بحلول عام 2030، لأن النساء مختلفين في مهاراتهم وقدراتهم والطريقة التي يفكرون بها والطريقة التي يتخذون بها قرارات، وهم يستطيعون أن لا يستطيعوا مكان العمل أن ينجح بدون أن تكون هناك نسبة 50% من النساء، ولذلك نسعى أن تكون النساء يمثلون نصف العاملين في شركتنا، وإقصاء النساء يمثل خسارة كبيرة للشركات والمؤسسات. النساء عنصر هام جدا في تحقيق التنمية المستدامة، و يستطيعون أن يحققوا نتائج عظيمة في مجال الأعمال، كذلك فإننا نسعى للحصول على بيئة خالية من الكربون، وهذا لن يتم بدون المرأة، ونعتقد أن الوعي مهم جدا في هذه المرحلة. نقوم بعمل حملات توعية للمرأة لأن المرأة لها دور كبير وتأثير كبير على المجتمع، حيث أنهم يقومون بتربية الأطفال وإعداد الأجيال القادمة. أوصيك لكم مثال بسيط، في كل عام يكون لدينا يوم يسمى جيل فودافون، ونستطيع ومن خلال هذا اليوم ندعو كل أطفال العاملات أن يأتوا، ومن خلال هذه الفاعلية ننظم لهم العديد من الأنشطة المتعلقة بتحديات المناخ وحفاظ على البيئة، ونقدم لهم أشجار صغيرة، ونطلب من آبائهم أن يذهبوا بها إلى البيوت ويتأكدوا من أن الأطفال قاموا بزرع هذه الأشجار ويتابعونها حتى تكبر. وهنا نتحدث عن دور زراعة الأشجار وكيفية أن تساعد في تحقيق بيئة خالية من الكربون، ونحن نقول لهم أن الطائرات والسيارات التي نركبها هي أسباب وجود نسب عالية من الكربون، وأن زراعة الأشجار سوف تساهم في معادلة وتقليل هذا التأثير السلبي. والكثير من القطاع من رواد القطاع الخاص يدعمون مشروعات النساء، ونحن نعتقد أننا محركين ليس فقط للنمو الاقتصادي ولكن أيضا في تحقيق التنمية المستدامة، ولهذا فإننا نشارك في كل مبادرة التي نؤمن أنها سوف تساعد في التحول نحو المشروعات الخضراء، ويسعدنا أن نساهم بجزء صغير في مساعدة القسم المتعلق بالنساء، وأيضا نقدم جهدا يتعلق بالتأثيرات الخاصة بالمجتمع ككل. ولدينا العديد من المبادرات التي قمنا بها في العام الماضي، وأطلقنا منصة كريتيك، وهي يكون بها نساء لديهم أفكار إبداعية يمكن أن يتم تحويلها إلى مشروعات باستخدام المهارات الرقمية، ونساعدهم في تحويل أحلامهم إلى حقيقة من خلال العديد من الحلول الرقمية من فودافون. وأخيرا أود أن باعتبار جزء من هذه الجلسة الموقرة، نحن في فودافون نعمل من أجل المستقبل، وسنعمل على هذه النقاط التي تم تناولها من خلال شركائنا والتحالفات الخاصة بالقطاع الخاص، وأعني تطوير المهارات الرقمية للمرأة، وهذا أمر هام جدا، وكذلك بناء قدرات المرأة والوعي الخاص بالمناخ بشكل عام، ودعم الشمول المناخ
المالي وتقديم حلول مالية تؤدي إلى دعم المزيد من المبادرات والحراك الخاص بالمرأة والتأثير على المناخ وخلق وظائف خضراء وتقديم فرص توظيف وكذلك تحقيق الاستخدام الأمثل من الموارد للوصول إلى التخلص من الكربون. وشكرا جزيلا. وأدعو السفير هشام بدر لإعطاء كلمته الختامية وبعد ذلك سوف نلتقط صورة مع السادة الحاضرين وأصحاب المشاريع. معالي الوزيرة، فقط أريد أن أشكر السادة المتحدثين على الرسائل القوية التي أطلقوها. أن تكون هناك قسم خاص للمرأة في هذه المبادرة فإن هذا يعني أننا نهتم بدمج المرأة ودمج المرأة في الحلول، وهذا بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرأة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الحلول المبتكرة، وهذا يسهم بشكل كبير في تحقيق التمكين المطلوب للمرأة من خلال النظام البيئي والاقتصادي، وهذا يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف التنمية المستدامة. ثانيا، أنا متأكد أن فودافون والأمم المتحدة يلعبون دورا في التمويل وليس فقط في بناء القدرات، أظن أن لديهم مبادرات تمويلية. وأيضا العام القادم سوف يكون لدينا نهدف إلى تحقيق 6,000 مشروع كحد أدنى، وأن يكون لدينا مجتمع متكامل، وأن تكون لدينا نماذج مرتبطة بالنماذج التنمية المستدامة. لذا أعتقد أن هذا شيء نحن نفخر به، وأشكر معالي الوزيرة والسادة الحاضرين. والسفيرة منى البهتيمي أدارت الجلسة باعتبارها من النساء، ونحن مستعدين للإجابة على أي أسئلة أو ملاحظات من جانبكم. مستعدين لسؤال وتعليق؟ إذا لم يكن هناك فتفضلي منى ولتنهي الجلسة. شكرا معالي السفير. لن يكون هناك مستقبل مستدام بدون عمل مناخي وبدون وجود المرأة. وسنتوجه لالتقاط صورة جماعية مع السادة المتحدثين. وشكرا جزيلا.